وقد تظاهر مئات من المصريين والناشطين البريطانيين مساء اليوم أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن ضد استقبال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا. المتظاهرون نددوا بما أسموه بتواطؤ الحكومة البريطانية مع النظام المصري ضد المسار الديمقراطي في مصر وضد الشعب المصري. ورفع المتظاهرون لافتات نددت بالرئيس المصري وبما وصف بالممارسات القمعية لنظامه في مصر ضد معارضيه وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والحريات.